أثار استحواذ الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تيسلا إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم تويتر اهتمام الملايين من مستخدمي مواقع التواصل. ففي أول تغريدة له أشار ماسك إلى تسريح 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله وإقالتهم على الفور، ولعل من أبرز هؤلاء الوجوه التي سرعان ما انتشر اسمها كالنار في الهشيم فيجايا جادي، وهي مديرة القسم التي اتخذت سابقاً قرار تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل دائم في يناير من العام الماضي، وهو قرار أثار حفيظة ماسك مؤكداً بأنه سيقوم بإلغائه. قد يتساءل كثيرون عن تداعيات استحواذ ماسك على المنصة، ولكن ماسك يريد هزيمة روبوتات البريد العشوائي على تويتر بحسب وصفه، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام. ماسك ذكر أيضاً أنه لم يشتري تويتر لكسب المزيد من المال، وإنما لمحاولة مساعدة البشرية على حد قوله. ويشير ماسك إلى خطط مستقبلية ينوي تطبيقها في تويتر، حيث يهدف إلى استخدام المنصة في تقديم شتى أنواع الخدمات بدءاً من تحويل الأموال إلى التسوق وخدمات طلب سيارة نقل الركاب، أي ما يندرج ضمن نوع من التطبيق الفائق الذي يتضمن تقديم خدمات مختلفة.